هذه المقاربة وجها لوجه أستاذ دكتور زغلامي، هل يمكن القول بأنها يندرج تحتها كلامه حول التدخل الغربي الناتو في ليبيا، حين قال بصراحة أن التدخل العسكري في ليبيا 2011 تدخلتم ثم رحلتم ونحن ندفع الثمن، نحن والشعب الليبي وكل شعوب المنطقة؟ ما رأيك في هذا الكلام الصريح والمباشر؟ هو حقيقة يذكرهم وينبئهم ويفكر وطبيعة الحال يذكرهم بأن ما وقع في ليبيا هذه تداعيات الآن ما يحدث في النيجر وغيره، وبالتالي يلتمس منهم روح المسؤولية والعقلانية والمنطق أن أي تدخل عسكري، وكما قالها يعني رئيس الدبلوماسية، لا توجد تجربة ناجحة في أي تدخل عسكري، فبالتالي يطلب منهم أو يلتمس منهم ترجيح طبيعة الحال الحل الدبلوماسي والسياسي. إذن فنظن المقاربة السياسية، المقاربة الدبلوماسية والحلول التنمية للجزائر هي في قلب العقيدة السياسية والسياسة الخارجية الجزائرية، والتي تتجدر منذ طبيعة حرب التحرير. لهذا نظن في إرياحية تامة لما نرى رئيس الدبلوماسية الجزائري يتكلم مع أنتوني بلينكن وهو يقول له، أقولها من باب نفكر بعض الأقلام والأصوات المأجورة، لما تكلم مع أنتوني بلينكن قال له أنا جيت لهنايا وكان فيها جيل قبل كانت فيها مالدين أولبرايت. صحيح. فماذا كانت إجابة أنتوني بلينكن؟ قال له أنا أتعلم من عندك. بالمقابل رأينا بعض أقلام المأجورة الجزائرية وهي تقول بأن الرئيس الدبلوماسية تم استنطاقه في البيت الأبيض. إذن فهذا فرق كبير، يعني رئيس الدبلوماسية لديه باع، لديه حنكة، وهو الذي عمل كمساعد أو بالأحرى وزير منتدب، يعني لما كان فيها طبيعة الحال محمد صلاح الدنبري وزير خارجية رحمة الله عليه.